ليك، وهنشرح النهارده منصة البث المباشر للحصص الافتراضية اللي نشرتها وزارة التربية والتعليم وازاي نستفاد منها. أول حاجة العنوان بتاع المنصة stream.moe.gov.eg. ازاي استفاد من المنصة دي في السنوات اللي جاية إن شاء الله، وفي طبعا في وقت الأجازة الفاضي. أول حاجة أنا بنزل هنا لتحت جدول مواعيد البث المباشر، فبكتب المرحلة بتاعتي، بدوس هنا. طبعا المتاح دلوقتي المرحله الاعداديه والثانويه، لكن هيتم اضافه بقيه المراحل. دوست المرحله الاعداديه، اختار الايه الصف المتاح دلوقتي، برضو الصف الثالث. نلاحظ هنا جدول بمواعيد المواد. اول حاجه الصف الثالث الاعدادي من الساعه 11 ل 12 الظهر، من 11 الصبح ل 12 الظهر، وكل يوم في ماده مختلفه. يعني يوم الاحد ماده اللغه العربيه، الاثنين اللغه الانجليزيه، وهكذا الاربع علوم. فانا بضغط على يعني مثلا اللغه العربيه اهو، انا جيت يوم الاحد الساعه 11، فبضغط هنا بيدخلني على طول على الايه، على الشرح المباشر، بس مباشر زي ما بيجي كده في القنوات التعليميه، بس مباشر. تمام، اهو قال ان الكلام ده كانت مده التسجيل، مده الشرح كانت ساعه و15 دقيقه، وكمان كان يوم 5 ابريل 5 4 اللي فات، وكان الساعه 11 اهو. تمام، دي المواعيد. طيب لو انا طبعا فاتني الكلام ده اعمل ايه؟ بخش هنا على موقع اليوتيوب تبع الوزاره، وبلاقي متسجل عليه كل المحاضرات وكل الدروس اللي هي فاتتني. طبعا نلاحظ ان الموقع بتاع اليوتيوب ده لسه طبعا جديد، لسه ما اتحملش عليه حاجه، لكن شايفين اهو 5000 شخص لسه من ساعتين، يعني هو لسه الموقع من ساعتين 5000 شخص. حاجه مهمه جدا لازم نبقى عارفينها كلنا، stream.moe.gov.eg اهو الموقع، يا ريت ننقله من هنا كده اهو. تمام، واتمنى لكم كل التوفيق.